أستاذ عماد، زي ما حضرتك سمعت معانا، هو دكتور محمد مرسي حافظ القرآن الكريم من سن صغير. حتى لما منعوا عنه أنهم يدخلوا له المصحف داخل الزنزانة، قال جملة شهيرة: منعوا عني كتاب الله ونسوا أني أحفظه منذ 30 عاما وأردده دائما. حياة مليئة بمبادئ وسيرة يحتذى بها. المبادئ اللي أقدر أعلمها لأولادي من حياة الدكتور محمد مرسي طبقا لأعمارهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أسأل الله عز وجل أن يرحم الدكتور محمد مرسي رحمة واسعة، وأن يسكنه أعلى الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء. آمين. وعد فوفى يعني، وصدق معنا فصدق الله فصدقه الله يعني. بداية احنا أمام نموذج وقدوة في غاية الأهمية، يحقق معنا أسلوب مهم جدا في أساليب التربية، وهو أسلوب التربية بالقدوة أو التربية بالنموذج. ونحن نعيش في واقع أصلا يفتقر إلى مثل هذه النماذج والقدوات الواقعية التي تأتي من واقع الحياة. على قدر ما أن وجود النموذج في حياة المربين مهم، إلا أنه في حياة المتربين في غاية الخطورة، لأن احنا دايما بنعاني أن احنا نقدم نماذج، نقدم مبادئ ومثل وقواعد تربوية دون أن تكون متجسدة في شخص ما. بالضبط، ما فيش نموذج حي أقدر أشاور عليه للولاد. بالضبط. وحتى لو شاورنا للأولاد على نماذج من الماضي، هيقول لك الواقع اختلف والحياة مختلفة. زمنهم غير زمننا. نعم، حينما تتحدثين عن الثبات والتضحية أو الالتصاق بربنا سبحانه وتعالى والتدين والالتزام، فهيقول لك ده كان زمان، إنما احنا عايشين في عصر مختلف ومغريات مختلفة. لكن حينما تتحدثين عن رجل يمر على بيته ويعد ويشوف أولاده ويشوف سيرته وبيسمع كلامه، فيكون أكثر ملامسة لواقع التربية بتاع الأبناء. وده اللي احنا شايفينه في نموذج الدكتور مرسي. على الجانب الإنساني فهو نموذج يجب أن نقدمه. يعني لو في دولة أخرى أو في عالم آخر افتراضي كان درست سيرته للأبناء، ويعني وللأسف أستاذ عماد إحنا ناس كتير جدا بتتكلم عن حياة الدكتور محمد مرسي وقد إيه كانت حياة كلها إنجازات وكلها تضحيات، إلا المجتمع المصري أو إلا مصر، إلا اللي على رأس السلطة تحديدا، عشان ما ظلمش الشعب، لأن الشعب فيه شرفاء كتير جدا. حضرتك شفت هنا الناس كانت بتنتحب على الدكتور محمد مرسي إزاي، كانوا شايلين صوره إزاي كأنه شخص مش شخصية عامة، لا كأنه حد من أسرهم ومن عوائلهم.